طيب ازاي في البيت كانوا بيساعدوك؟ احنا قلنا ان هم بدأوا يكتشفوا وبدأت الموهبة بتاعتك تظهر من 7 سنين وبدأوا ان هم ينموها معاكي. رحتي الأوبرا خلاص؟ انت حاليا في الأوبرا وبتتدربي عليها. طب الرسم، هل رحتي لمكان معين علشان يقدر يوصلك للمستوى اللي احنا شايفينه ده؟ رحت برضو. بصراحة أنا شايفة أو مامي يعني حتى كانت شايفة هي وبابي إنه لازم أي حاجة أدخل أتعلمها أتعلم الأساسيات بتاعتها. يعني أنا ما ينفعش مثلا أدخل أقول أنا عايزة أدهن الحيطة دي، طب أنا هجيب إيه؟ أنا عايزة أعرف الأساسيات. فكنت بروح مكان بيعلم الأساسيات بتاعت كل حاجة. كانوا طبعا بيعلموني إحنا محتاجين إيه، الألوان اللي بنستعملها، طبعا في فرق في الدرجات، في فرق في الألوان، أنواع اللون نفسها، إزاي أعرف إن اللون ده حلو واللون ده نوعه مش قوي، يعني الأطفال مثلا ممكن تستعمله. فبدأت أتعلم كل حاجة في المكان ولحد بقى ما وصلت للي أنا فيه ده. ممتاز ممتاز بصراحة، احنا بنحييكي وكمان بنحيي الأسرة انها تشجع. مهمة جدا ان احنا نشجع فعلا الطفل من صغره وان هو يبدأ بدري، بالتأكيد ده هيساعده كتير. طب انت بتميلي لإيه من المواهب اللي انت بتجديها؟ يعني احنا شايفين الرسم وشايفين العزف وشايفين الغنى متعدد اللغات اللي بنسمعها، بتميلي لإيه اكتر؟ صعب اختار بصراحة، كل حاجة بطلع فيها طاقتي بطريقة مختلفة. يعني الانجليش مثلا لما بحب ازعق او اللي هو انا متضايقه فعايزه اطلع اللي جوايا بطلعه بقى في الانجليش والغنى. طبعا العزف بيساعدني على ده. بالنسبه للرسم فانا بيبقى محتاج روقان شويه، اللي هو طب انا قاعده فاضيه انا هعمل ايه، فانا هقعد ارسم شويه. فبيطلع برضو كمان اللي جوايا لما ببقى مخنوقه بس مش عايزه ازعق بطلعه في الرسم. فكل حاجه بالنسبه لي بتعمل حاجه مختلفه. ليه كل حاجه مخنوقه كده؟ ادي بقى الدراسه وكده. والله بصراحه. طب على ذكر الدراسه، ايه يعني قادره ان انت توفقي ما بين الاثنين، الدراسه والمواهب اللي احنا بنتكلم عنها النهارده؟ بصراحه اكتر حد ساعدني في الموضوع ده جدا كانت مامتي. لانها قالت لي على طول لازم اعمل جدول لاي حاجه انا بعملها، انظم وقتي، انظم الحاجات اللي انا بعملها. النهارده انا هعمل كذا كذا كذا، طب انا هحط وقت لده علشان وقت ما يسرحش مني. والحمد لله بطلع من الاوائل. ف ممتاز. الحمد لله. جميل، كل التحيه ليها بالتاكيد. طب ممكن نسمع حاجه؟ يعني لو عاوزه تزعقي او عاوزه تسمعي حاجه بالعربي، بس عاوزين العربي مع الجيتار. ما فيش مشكله. ممكن نسمع فيروز؟ يا سلام، اتفضلي. نسمع حن السكرون. تمام. كان الزمن وكان في دكاني بالفاي، بنيات وسبيان يجي نلعب على المي، يبقى حن السكران ملهي وعلى الحيطان عم بيصور بنت الجيران. لا 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 اوعي تنسيني، اوعي تنسيني، وتذكري حن السكران. احنا والعصافير كنا بالحي النور، صوب الدكان نطير حاملين المرزور، يبقى حن السكران عليكي. وعلى فكره حتى كمان يعني حتى لو في حاجه ما ظبطتش قوي بتعرفي تتصرفي. بحييكي. يعني رسمه زي اللي بالرصاص، وربما دي بتكون من الصعبه شويه، لان انت بلون واحد او بماده واحده الرصاص، محتاجه ان انت تدرجي عشان نشوف المنظر ده. تاخد منك وقت قد ايه؟ على حسب انا بشتغل فيها كل يوم ولا بشتغل فيها يوم او يومين. لا كده، فانا لو اشتغلت فيها مثلا ممكن تاخد معايا يومين، لان انا اكيد مش هشتغل اليوم كله عليها. تمام. فالرصاص كمان انا بصراحه من احب الرصاص جدا، لانه زي ما حضرتك قلت ان هو ماده واحده بس او رصاص، وبعمل بيه كذا درجه. بس طبعا بيبقى في حاجات تانية بتساعدني، اذا كان منديل او قلم تسيح، استيك فحم، الحاجات دي. فكمان بحس ان هو بينطق، اللي هو تحس الموضوع بيدخل القلب كده الرصاص. طب ودي انا مش شايفة كويس، بس برضو توضح لنا الرسمتين دول، خاصة ان احنا قلنا ان بيبقى فيها يعني انت بتقدري تستخدمي فكرة انها كومبارزة. فتوضح لنا الرسمتين اللي قدام دول. نبدأ بالكبيرة اللي على اليمين.
اللي على اليمين دي كانت لوحة زي ما قلت بتاعت فان جوخ ستيري نايت، بس دخلت معاها فكرة القطط، وهي معمولة بألوان أكليريك. فالأكليريك شوية بيبقى صعب ان هو تدمج الألوان مع بعض وفعلا نخلي الحاجة بارزة، بس طبعا مع ان انا بدخل الألوان على بعض، ان انا هحط هنا سنة غامق او سنة فاتح علشان ادي الإيحاء ان هو انها بارزة فعلا. فدي اخدت معايا وقت شوية، وكمان علشان فان جوخ لما عمل ستيري نايتس عمل فيها كذا لون، في اللي هي الحتة اللي بتبقى مدورة دي شوية، هي عاملة زي الرياح كده، في نفس الوقت هي سما. فالموضوع كان خد معايا وقت شويه بصراحه في هو رسوماته دايما معقده، بس بتبقى تحفه. طب والتانيه اللي دي انا شايفها، مش شايف قوي بس انت تقوليها لنا، اللي هي اللي جنبها التانيه الصغيره دي بقى كانت ماخوذه شويه من الفراعنه، علشان انا مصريه طبعا، وافتخر جدا ان انا اكون مصريه، وافتخر ان احنا عندنا كان فراعنه وعملوا الاهرامات والاثار اللي عندنا وكده. فدي بتشبه زي المصريين القدماء البنات. وطبعا القطه دي مش اللي هي قطه عاديه، هي ليها اسم معين بصراحه بس انا مش فاكراه، وهي هي قطه جلد بس، يعني هي ما عندهاش شعر القطه دي. وبصراحه انا بحس ان القطه دي بتشبه الفراعنه جدا، حتى هيبقى موجود هي لابسه حاجات بتشبه الفراعنه على رقبتها، على رقبه هنا فعلا في الحلق، وفعلا القطه لابسه في رقبتها، واللي هي على دراعها دي ومرسومه عليها العين. كل الحاجات دي بتشبه الفراعنه والاثار اللي عندنا.